عايز اسمع رايك كمان عن لماذا يسيطر النادي الاهلي شبه كليا على البطولات الافريقيه في السنوات الاخيره، باستثناء بطولات قليله يسيطر عليها الوداد، يقترب صن داونز بعض الشيء، ولكن النادي الاهلي كيف حافظ من وجهه نظرك على نجاحه كل هذه الاعوام الماضيه؟ وكيف عفوا ان فريق الاهلي الفريق الاقوى بالنسبه لي الحين في افريقيا كلها، وهذا ما راجعش كما تنقولوا الصدفه، هذا اوراد سير المحكم، هذا تيبان كما تنقولوا بالنسبه للناس اللي متخصصين ومحترفين، تيشوفوا انه كاين تنظيم كما تنقولوا، غير الصفقه تاع يحيى عطيه الله تتبرهن بانه الفريق تيفكر على المستوى البعيد. دائما تيجيو لاعبين في المستوى، جمهور كبير، فلسفه الكره اللي دائما متواصله، وكما تنقولوا حتى الفلسفه اللي كاينه في الفريق تنحبها. علاش؟ لانه تنشوف دائما واحد كما تنقولوا حنايا بالعربيه، ماشي تنشبعوا بسرعه، انه كاين دائما تنبغيو نتائج، تنبغيو واخا كما نقولوا نربحوا القاب هذه السنه الجايه تنبداو من جديد. وهذا من المسائل اللي متخصص بها فريق الاهلي. تظن انه ما بين الاداره محكمه وتنسيق محكم ولاعبين اللي هما في المستوى، تظن هذا هو من كما نقول من الاسرار تاع قوات فريق الاهلي، وحتى الجمهور بالطبع.